بناتي وأبنائي الأعزاء، أهلا بكم معانا في محاضرة جديدة من سلسلة محاضراتنا في الهيستولوجي وجيناتك. معاكم الدكتور أسامة ياسين، أستاذ الهيستولوجي بكلية الطب جامعة الزقازيق، والقائم بأعمال رئيس القسم في كلية الطب جامعة بورسعيد. النهاردة موضوعنا عن الأوفري. لما نتكلم عن الأوفري هنتكلم عن الاوفيريان فوليكلز والاوفيوليشن كوربس لوتيام، وبعدين نعمل ملخص الموضوع يكون مساعد لينا في الحفظ والفهم. علشان نتكلم عن الاوفري لازم نكون شويه كتير قاريين وفاهمين وعارفين يعني ايه ميوتيك سيل ديفيجن او الميوسيس، لان الميوسيس في الفيميل بيبدا في الانتريوتراين لايف. لما يبدا في الانترايوتراين لايف السيلز اللي اسمها البريمورديال جيرم سيل اللي هي الكونستيتوينت بتاعها 2C2C2N، يعني دبل اماونت اوف دي ان اي، دبل نمبر اوف كروموسومز، يعني خليه عاديه خالص زيها زي خليه السكين، زي خليه البنكرياس. هذه الخلايا هتتخصص في تصنيع الجميتس، وبالتالي هتروح للجونادز علشان تتحول الى اوجوني. الكمبليت ديفرنشيشن بتاعها معناه ان هي عملت دوبليكيشن للدي ان اي بتاعها من غير ما تعمل دوبليكيشن للنمبر اوف كروموسومز. يبقى الجينوم بتاعها عباره عن ايه؟ عباره عن 4C، يعني تترا اماونت اوف دي ان اي ونفس الدبل نمبر اوف كروموسومز. يبقى الخليه عندي هنا دلوقتي ديفرنشيتد ان هي تبدا تدخل في الفيرست مايوتيك ديفيجن عند الشهر الخامس. في الفيرست مايوتيك ديفيجن عندي بروفيز، ميتافيز، انافيز، اند تيلوفيز. البروفيز بتاعنا فيري لونج في الفيميل زي ما اتفقنا قبل كده في محاضره الميوسيس، ممكن يقعد ييرز او لازم يقعد ييرز من 15 الى 50 سنه. ده البروفيز، وبنقسم البروفيز لكام مرحله؟ لخمس مراحل. الخليه بتاعتنا اللي هي مين؟ اللي هي البرايمري اووسايت، دي ما بتكملش الفيرست ميوتيك ديفيجن. امال بتعمل ايه؟ بتقف عند مرحله الديبلوتين، ويتبقى لها مرحله واحده بس في البروفيز اللي لو كملتها هتكمل الفيرست ميوتيك ديفيجن اللي هي الدايكينيسيس، مش مكتوب عندنا هنا على السبوره. يبقى هي هتقف فين؟ في الديبلوتين، وبرده نفضل مسمينها برايمري اووسايت. عندنا عدد كبير جدا من البرايمري اووسايت بيوصل لملايين. هذه الملايين بيحصل لها ديجنريشن قبل ما تتحول الى بريمورديال فوليكل، تحاوط نفسها بالفولوكولار سيلز وتتحول الى بريمورديال فوليكل. يبقى اذا من كل هذه البرايمري اوسايت هيبقى عندي كام فوليكل بس؟ هيبقى عندي 500,000 واحده منهم هي اللي تتحول الى بريمورديال فوليكل. بس برضو خلي بالك مش كل دول هيكملوا معانا، ده 500 واحده بس هم اللي هيكملوا معانا في اللايف تايم بتاعنا ويتحولوا الى اووسايت. طب والباقي؟ الباقي هيحصل له اتريزيا. يعني ايه اتريزيا؟ يعني ديجنريشن. يبقى لو انا بتفرج على الاوفري ان جنرال هلاقي ايه؟ هلاقي شكله بالمنظر ده. اقدر ارسمه اوفال ان شيب، طبعا يكون اوفال ان شيب، امال اوفر ازاي يعني؟ وبعدين كفرد باي جيرمينال او سيرفيس ابيثيليوم. هذا السيرفيس ابيثيليوم بيبقى كوبويدال ايبيثيليوم وتسمى جيرمينال، وما عرفوش يرجعوا في كلامهم بالرغم ان ملوش اي علاقه بالجيرم سيل. احنا متفقين من شويه ان الجيرم سيل بتيجي من اليوك ساك علشان تروح للجونيدز. يبقى اذا بنسميها بريمورديال جيرم سيل، لكن الجيرم سيل الجيرم ايبيثيليوم ده خلاص ده كفرنج ايبيثيليوم. امال الاوفري نفسه بقى بيتقسم لجزئيتين مهمين. الجزئيه الاولانيه اللير الاولانيه او الزون الاولانيه بنسميها الكورتكس، واحنا اغمق من المضل. ما بين الكورتكس وما بين الجيرمال ايبيثيليوم في كولاجينس فايبرس كبسول بيبقى لونها ابيض من كتر ما فيها كولاجين فايبر، فبنسميها تونيكا، يعني لير البوجينيا يعني بيضه، تونيكا البوجينيا.
يبقى خلاصه القول اقدر اشوف ايه في اليوترس، اشوف الجيرمال ايبيثيليوم تونيك البوجينيا كورتكس ومضل. يا ترى في ايه في الكورتكس؟ في الفوليكلز المختلفه إيه اللي تطورها بيعني الاوفيوليشن. علشان كده انا ابقى راسم الاوفري بعد البيوبيلتي، قبل البيوبيلتي مفيش الكلام ده طبعا. يبقى لو اتفرج تاني، لو اقول ارجع تاني للكلام ويلاقي نفس الكلام ده، جيرمال ايبيثيليوم، ما هو جيرمينال، التونيك البيجينيا بتتقسم الى بعد كده في التونيك البيجينيا، بعد كده الاوفري بيتقسم للكورتكس وايه ومضل. في الكورتكس بلاقي الاوفريان فوليكلز، وبلاقي حاجه مهمه جدا خلي بالك معايا، هي الفايبروبلاست. هذه الاسترومال سيلز بتتميز في الاوفري، بالرغم ان هي فايبروبلاست، لكن في الاوفري بتتميز بان هي تقدر تستجيب للهرمونال استيمولاي، يعني ممكن تعمل تبقى ماشيه مع الاوفريان او اليوترين سايكل، وبالتالي ممكن نقدر نستفيد منها في ان هي تفرز بعض الهرمونز. برضو المظله فيش فيها فوليكلز، لكن فيها ايه؟ فيها نيرف فايبرز، فيها ليمفاتكس، فيها بلاد فيزلز، فيها هايلر سيلز او هيلر سيلز. هذه الهيلر سيلز عندها القدره ان هي تفرز اندروجينز. هذا الاندروجين مهم جدا في حياه الفيميل لانه ممكن يتقلب الى استروجين. دي صورة حلوة قوي للأوفري، شايفين فيها الأوفريان فوليكلز مراحلها المختلفة اللي هناخدها بالتفصيل، لكن الكورتك المظلة أنا مش شايف فيها أي حاجة خالص غير واحدة من الأثريتيك فوليكلز عملت مايجريشن من الكورتكس راحت للمظلة، وإحنا عارفين يعني إيه دلوقتي أثريتيك فوليكل. البلاد فيزلز بتدخل من الهايلا أو الميديستاينم بتاع الأوفري علشان توصل للمظلة وتتوزع على بقية الأوفري. دي برضو مرة تانية دي صورة للأوفري، دي الأوفريان فوليكلز في الكورتكس ودي البلاد فيزلز في المظلة. طب ما تيجي نتكلم بقى عن الأوفريان فوليكل. أنواع الأوفريان فوليكل، في البريمورديال فوليكل، في البرايمري فوليكل، في السكندري فوليكل، في الماتيور جرافيان فوليكل. بعض التكست بتحب تحط ما بين السكندري فوليكل وما بين الماتيور فوليكل فوليكل تالتة اسمها تيرشري فوليكل، يبقى في سكندري فوليكل وتيرشري فوليكل. لكن احنا عندنا ملتزمين بالبريمورديال والبرايمري والسكندري والماتيور، ولو اي واحده منهم حصل لها ديجنريشن او ما عرفتش استفاد منها هيحصل لها ديجنريشن وتتحول الى اتريتيك فوليكل، لكن انا ما بشوفهاش قوي تحت اللايت مايكروسكوب. البريمورديال فوليكل ايه بقى؟ البريمورديال فوليكل هي الكوره دي، السيلز دي سكويما سيلز، واللي جوه القلب اللي جوه ده هو الخليه اللي اسمها البرايمري اوسايت. يبقى البريمورديال فوليكل بتتكون من ايه؟ من البرايمري اوسايت وحواليها فلات سيلز بسميها فولوكولار سيلز. بسميها ايه؟ فولوكولار سيلز. طب لو نيجي نرسمها كده هنرسمها ايه؟ هنرسم البرايمري اوسايت والاكسنتريك نيوكليس مع البرومننت نيوكليولس وحواليها سكويمس او فلات لاير من السيلز. طبعا ليها فلات نيوكليار واكيد في بيزمنت امبريل للسيلز اللي هي دي ايبيثيليال سيلز النيتشر. وبعدين الاقي بره الفوليكلز دي موجود الاسترومال سيلز اللي عباره عن فايبروبلاست موجوده في الكورتكس بتاعه الاوفري. يبقى اذا اقول دي البرايمري اوسايت ودي الفوليكولار سيلز ودي بيزمنت امبرين ودي اخر حاجه هي الاسترومال سيلز. اخر حاجه هي ايه؟ الاسترومال سيلز. يبقى كده انا خلصت البريمورديال فوليكل وعرفتها. طب يا ترى البريمورديال فوليكل دي موجوده قبل البيوريت؟ طبعا لسه قايلين من شويه ان هي موجوده قبل البيوريت، الاف موجود منها نص مليون بريمورديال فوليكل قبل البيوريت. السؤال، هل البريمورديال فوليكل دي بتخضع للاف اس اتش؟ لا خالص، الاف اس اتش ما يعرفهاش. لو هنروح مره ثانيه للمحاضره بتاعتنا هنلاقي دي اتفقت معاكم ان دي عباره عن بريمورديال فوليكل وحواليها بيزمنت تمبرين. لو نشيل البيزمنت تمبرين تاني هتبان السيلز اللي هي اسكويمس سيلز وهنسميها احنا فولوكولار سيلز. طب ايه اللي جوه الكوره دي؟ القلب اللي بننفخه، وده عباره عن او بيمثل البرايمري اوسايد. طيب امال لو نبص كده بين السيلز دي هنلاقي في خياطه كده، هي دي الديسموسومز. يبقى ما بين الفولوكولار سيلز دي موجود ديسموسومز. الجملة أو الستيتمنت اللي أنا كاتبها بالخط الضعيف ده في بعض الكتب كاتب إيه؟ كاتب إن at the time of puberty follicular growth stimulated by FSH. صح، بس مش البريمورديال فوليكل.
يبقى دي البريمورديال فوليكل خلاص حفظناها. لو هنروح على الاوسايت برضو احنا حفظناها، وهي ايرلي بتبقى 25 مايكرون لكن بتوصل ل 125 مايكرون في الاخر. النيوكلاس اتكلمنا عليها سنترال واكسنتريك، وبعدين بتشترك مع الفولوكولار سيلز في تكوين لير حواليها زي البيزمنت، زي البيزمنت بس مش بيزمنت تمبرين، بسميها ايه؟ بسميها زونه بيلوسيدا، لونها ابيض، بتبقى بروتينيس ان نيتشر، جلايكوبروتين ان نيتشر. طيب البرايمري في البريمورديال فوليكل دي لما تكبر شويه تتحول لايه؟ تتحول لبرايمري فوليكل. يا ترى ايه الفرق بين البرايمري فوليكل والبريمورديال فوليكل؟ والله شكلها كده هنبص عليها ونشوف ايه الاخبار. تعالوا كده نشوف ايه الاخبار. أو رقم واحد، لو قلنا ان دي الاوسايت او البرايمر اوسايت اللي كانت موجوده في البريمورديال فوليكل، فلما اجي ارسم البرايمري فوليكل لازم ارسمها كبيره شويه، لان البرايمر اوسايت بقت 50 مايكرومتر. يبقى دي البرايمر اوسايت وليها سنترال، لها اكسنتريك نيوكليس مع برومننت نيوكليولس. طب وايه كمان؟ الفولوكلر سيلز اللي كانت فيلات بقت كوبويدال، بقت كوبويدال سيلز والسنترال راوندد نيوكليوي. تمام، الاثنين دول اللي هي الفولوكلر سيلز دي والخليه دي اللي هي البرايمري اوسايت، الاثنين بيشتركوا في تصنيع لاير ما بينهم اسمها زونه بليوسري، بس هي تخص قوي البرايمري اوسايت. يبقى دي هسميها ايه؟ هسميها زونه بليوسيدا. دي اسمها ايه؟ زونه بليوسيدا. طيب هل الفولوكلر سيلز اللي سلب، امال البيزمنت تمبرين هتروح فين؟ بيرمننت بيزمنت تمبرين، يبقى البيزمنت تمبرين زي ما هي. طب نشوف كده البيانات بتاعتنا، دي البرايمري اوسايت، دي الفولوكلر سيلز، بس بدل ما كانت سكويمس في البريمورديال بقت كوبويدال في ايه؟ بقت كوبويدال في البرايمري. وبعدين البيزمنت تمبرين بتاعتنا ثابته، واكيد الزونا بليوسيدا اللي زادت عندنا في البرايمري اوسايت. بس لاحظ معايا ان اللاير اوف سيلز هنا يوني لاير، وان لاير، في حواليها الاسترومال سيلز، امال هتروح فين؟ مش هتروح في مكان تاني، الاسترومال سيلز ثابته معانا. طيب بعد شويه هذه اليوني لاميلر برايمري هيحصل لها موديفيكيشن تاني. ايه الموديفيكيشن اللي هيحصل؟ انها تبقى مالتي لاميلر. يعني ايه مالتي لاميلر؟ يعني السيلز دي هيحصل لها مالتيبليكيشن، تبقى اكتر من لاير، استراتيفيكيشن. يبقى في المالتي لاميلر برايمري اوسايت هيحصل ايه؟ هيحصل استراتيفيكيشن، يعني مور ذان وان لاير، بقوا ثلاثه لايرز من ال، اوعى تقول الفولوكلر سيلز، لان هنا هتغير اسمها من فولوكلر سيلز الى جرانيولوزا سيلز. يبقى احنا هنا في المالتي لامينار عندي برضو برايمري اوسايت، السيلز اللي عندي ما عادتش فولوكلر سيلز، امال بقت ايه؟ بقت جرانيولوزا سيلز، ومش لاير واحده، امال ثلاثه لاير. وبيزمنت تمبرين، ايوه ليها بيزمنت تمبرين، والزونا باليوسر نفس الزونا باليوسر، والفولوكلر سيلز والاسترومال سيلز، اسف، ايوه الاسترومال سيلز، لكن الاسترومال سيلز بتعمل ارانجمنت جامد حوالين المالتي لامينر برايمري فوليكل، لدرجه ان انا اسميها سيكا فولوكيولاي، حاجه خاصه بالفوليكل بتتميز عن بقيه الكورتكس. يبقى امتى بتتكون السيكا فولوكيولاي؟ لما الفوليكل بتاعتي تبقى مالتي لامينر. يبقى ايه اللي بيميز المالتي لامينر عن اليوني لامينر؟ طبعا الاستراتيفيكيشن رقم واحد. رقم اتنين، السيلز ما عادتش فولوكلر سيلز، بقت جرانيولوزا سيلز. رقم تلاتة، الاسترومال سيلز ما عادش مجرد انها استرومال سيلز، بقت سيكا فولوكولاي لير. ده ما يميز المالتي لامينر برايمري فوليكل. وطالما سميت الخليه بتاعتي باسم تاني، الجرانيولوزا، غيرت اسمها من فولوكلر سيلز الجرانيولوزا سيلز، يبقى اكيد الفانكشن بتاعت السيلز دي هتتغير. تعالوا نكبر الجزء ده من المالتي لامينر برايمري فوليكل. لو نبص هنا على الجانكشن ما بين البرايمري اوسايت وما بين الجرانيولوزا سيلز، هنلاقي ان الجرانيولوزا سيلز بدات تمد صوابع ليها او بروسيسز ليها جوه البرايمري اوسايت. طب هل هي بتخترق البرايمري اوسايت؟ لا طبعا،
لكن بتعمل انفاجينيشن في السيمبرين بالشكل اللي احنا شايفينه ده علشان تزود السيرفيس اريا في العلاقه ما بينها وما بين البرايمري اوسايت. هل ده لزوم النيوتريشن؟ ربما، لكن دي بنسميها سيل بروسيسز. البرايمري اوسايت هي كمان ما بتتاخرش، بتروح تساعد نفسها بان هي تطلع مايكروفيلاي تحقنها جوه الزونه بليوسي. يعني دي الزونه بليوسي، لو نشيلها كده نلاقي ان المايكروسايت بتدخل جوه الزونه باليوسف. يبقى اذا في عندي حاجتين، سيل بروسيسز طالعه من الجرانيولوزا سيلز، ومايكروفيلاي طالعه من البرايمري اوسايت. يبقى ايه اللي بيميز المالتي لامنا برايمري اوسايت؟ نلخص الكلام وهنرجع تاني نلخصه في اخر المحاضره، لكن دلوقتي اللي بيميزنا طبعا الجرانيولوزا سيلز بقت مالتي لايرز. رقم اتنين، نفتكر مع بعض، عندي مايكروفيلاي وسيل بروسيسز. رقم ثلاثة، عندي السيكا فولوكيولاي اللي هي عبارة عن سترومال سيلز بقت متجمعة بشكل جامد حوالين المالتي لامينار فوليكل. اهو تعال نبص مرة تانية، دي الاستراتيفيكيشن اللي حصل واللي بنسميها ستراتام جرانيولوزم، والسيلز اللي فيها اللي هي الجرانيولوزا سيلز. دي الباكينج اللي حصل بره للسترومال سيلز وسميناها سيكا فولوكيولايد رقم 2. رقم 3 اللي حصل عندي ايه؟ مفيش هنا حاجه جديده حصلت، لكن في عندي هنا سيل بروسيسز طالعه من الفولوكيولار سيلز، وعندي مايكروفيلاي اهي 1 2 3 4 5 مايكروفيلاي طالعين منين؟ من البرايمري اوسايت. داخلين فين؟ داخلين جوه الزونه بليوسيت، لكن دي تخطت الزونه باليوسيتا وعملت لنفسها جروفز في السيل ميمبرين بتاع البرايمري اوسايت عشان تعشق مع البرايمري اوسايت. دي طبعا صوره باللايت هيكروسكوب جميله جدا عشان تبين لنا الجرانيولوزا سيلز. السكندري فوليكل، هنبص كده ازاي نرسم السكندري فوليكل علشان نسهل الموضوع. دي البرايمري اوسايت، خلاص احنا حفظناه، السايز بتاعنا هيزيد شويه، هيبقى كبير صحيح، بدل ما هي 50 هتبقى حوالي 100 مايكرون، والسيلز اللي حواليها هي نفسها الجرانيولوزا سيلز مالتي لامينر. بس لاحظ حاجتين، الحاجه الاولانيه حصل ديسبليسمنت للبرايمري اوسايت، بقت في وان سايد من الفوليكل. رقم اتنين، بدا يتكون هنا فلويد. السؤال، هو الفلويد ده جاي منين؟ اللي بدا يخلخل الجرانيولوزا سيلز ويعمل لي فراغات، الاول بيعمل فراغات صغيره وبعدين تتجمع في فراغ كبير. الفلويد ده جاي منين يا ترى؟ هل الجرانيولوزا سيلز بتفرزه؟ ما افتكرش. ليه؟ لا، هنلاحظ مع بعض دلوقتي. لكن قبل ما نلاحظ مع بعض تعالوا نشوف البيانات بتاعتنا. دي البرايمري اوسايت ودي الجرانيولوزا سيلز ودي البيزمنت تمبرين ودي الزونا بليوس، ده عادي خالص زيها زي اللي قبلها، ما اختلفناش كتير. لكن تعالى نشوف دي ايه، دي الاسترومال سيلز. الاسترومال سيلز الاحظ معايا كده، هيبدا يتكون جواها لاير بسميها ايه؟ بسميها سيكا انترنا. يبقى اذا السيكا فلوكيولاي في السكندري جرافيان فوليكل بدا يبقى فيها تو لايرز او ديفرنشيت انتو تو لايرز. اللاير الاول اللي بره خالص دي عباره عن سترومال سيلز عاديه فايبروبلاست، فبنسميها سيكا اكسترنا. لكن اللي جوه لاحظ معايا بقى فيها بيزوفيليك سيلز، يعني سكريتوري سيلز، ومعاها بلاد فيزلز كتيره. يبقى انا عندي هنا بلاد فيزلز او بلاد كابيلاريز، دايليتد بلاد كابيلاريز. هذه دايليتد بلاد كابيلاريز هي اللي هتعمل لي ترانسيوديشن عشان الفلو بتاعها او البلازما تبدا تتجمع جوه هذه الفوليكل بايه؟ بالاف اس اتش. علشان كده الاف اس اتش يبدا يشتغل من اول السكندري فوليكل، هو اللي بيعمل الحكايه دي على فكره. يبقى السيكا انترنا هتبدا تتميز، او السيكا فلوكيولاي هتبدا تتميز الى تو ليرز، سيكا انترنا اند سيكا اكسترنا. والبلود فيزلز عندي بدات تبان تحت الميكروسكوب. الانترام طبعا، الانترام اللي هو الفراغ اللي مليان فلويد. يبقى ايه اللي بيميز السكندري فوليكل؟ رقم واحد، ان الاووسايت ديسبليسد لوان سايد. رقم اتنين، وجود الانترام او وجود الكابيتز الكتيره. رقم ثلاثة، وجود السيكا انترنا. وجود ايه؟ السيكا انترنا، ده اللي بيميز
السكندري اوسايت. ده الكلام اللي احنا قلناه. تمام، جرانيولز السيلز هتبقى من 6 ل 10، سبيسز موجوده ومليانه فلويد اسمه لوكر فيليكيولاي. بعد كده السيكا فيليكيولاي هتتميز الى سيكا اكسترنا وسيكا انترنا. وقلنا ان السيكا اكسترنا بتبقى فايبرس لير، لكن السيكا انترنا بتبقى جلاندولار لير. يلا بنقول التعبير الجديد بتاعنا ده، لان هي هتبقى هايلي فاسكولار عشان تعمل ترانسيديشن. الحاجه الثانيه هتبقى هايلي فاسكولار زي ما احنا شايفين. الحاجه الثانيه وجود سيلز سيكريتوري سيلز بتفرز الاندروجين. دي علشان ما حدش يختلف معايا، ذيس فلويد ان اكسيوديت اوف بلازما. فيه ايه؟ فيه جلايكوزامينو جلايكين وبروتيو جلايكين وستيرويد بايندنج بروتين. دول بيتفرزوا بايه؟ بيتفرزوا بالجرانيولوزا سيلز. لكن الفلويد نفسه، الفلويد الاصلي عباره عن ترانسيوديت. السيكا انترن احنا قلناه، قلنا ان السيكا انترن دي عباره عن سيكريتوري سيلز. سيكريتوري سيلز اصلها فايبروبلاست، اصلها سترومال سيلز، بلاش فايبروبلاست، اصلها سترومال سيلز. بتفرز ايه؟ بتفرز اندروجين. هذا الاندروجين هو البريكورسر بتاع الاستروجين، لكن ما هياش هي اللي بتعمل الاستروجين. هذا الاندروجين بيتلقط بالجرانيولوزا سيلز اللي فيها الاروماتيز انزيم، بيحول هذا الاندروجين الى استروجين. يبقى دي السكندري فوليكل اللي اتفقنا عليه، ودي برضه السكندري فوليكل. امال ايه بقى الماتيور جرافيان فوليكل؟ ايه اللي هيميز الماتيور جرافيان فوليكل؟ تعالى كده نشوف الماتيور جرافيان فوليكل. هي نفسها السكندري فوليكل بالنص، لكن حصل ري ديستريبيوشن للجرانيولوزا سيلز. مفيش فيها اي حاجه جديده عن السكندري فوليكل غير الري ديستريبيوشن اوف جرانيولوزا سيلز. الجرانيولوزا سيلز هتبطن الفوليكل من جوه بتو ليرز اوف سيلز، وبعدين تغطي الاوسايت بتو ليرز من الجرانيولوزا سيلز. بسميهم ايه بقى؟ بسميهم كورونا رادياتا. بس هم بتسموا كورونا رادياتا بعد الاوفيوليشن، مش مشكله، لكن دول هنسميهم كورونا رادياتا. وبعدين الاقي ان الاوفم اللي هي الاوسايت يعني بالكورونا رادياتا تبدو وكان هي منفصله عن الجرافين فوليكل، بس متصله بيها بجذع مصنوع من ايه؟ برضه من الجرانيولوزا سيلز. بسميه ايه؟ بسميه كانولس واوفرس. يبقى اذا الجرانيولوزا سيلز بقى فيها كام نوع دلوقتي؟ ده الجرانيولوزا سيلز اللي احنا حافظينها اللي هي لايننج الكافيتي من بره واللي ليها بيزمنت تمبرين. لكن في جرانيولوزا سيلز بتغطي او بتلف حوالين الاوسايت، وبسميها الكورونا رادياتا. وعندي مجموعه تانيه من السيلز بتوصل الاوسايت بالكورونا رادياتا بتاعتها، بتوصلها بالفوليكل الاصليه، واسميها انا كامولس وأوفرس. يبقى مفيش هنا أي حاجة بتميز الماتيور جرافيان فوليكل غير أول حاجة انكريز ان سايز، رقم اتنين الكافيتي بتاعي بقى كبير قوي لدرجة إن السيلز ما عادش قادرة تملاه فبتضطر تبطنه من بره. رقم تلاتة السيلز بتاعتي اللي هي الجرانيولوزا سيلز بدأت تتميز وتكون لي الكورونا رادياتا والكاملس وأوفرس. يبقى مفيش حاجه بتميز الماتيور جرافيان فوليكل غير اللي انا حكيت لكم عليها دي من شويه. طبعا السايز بتاعها بيبقى كبير جدا. وبعدين تبدا تعمل بالجنج او بالجنج من الاوفيريان كفرنج علشان تعمل في الاخر اوفيوليشن. اهو زي ما احنا شايفين كده الماتيور جرافيان فوليكل هتبدا تعمل بالجنج من هنا كده عشان يحصل الاوفيوليشن. مين بقى اللي هيحصل له اوفيوليشن؟ اللي هيحصل لها اوفيوليشن هو اصلا مش واحده بس اللي بتطلع من الجرافيان فوليكل اثناء، طبعا ده تحت تاثير الاف اس اتش، مش واحده بس اللي هيحصل لها ماتيوريشن، مش سكندري فوليكل واحده بس اللي هتتحول الى ماتيور جرافيان فوليكل، ده من 16 ل 20 واحده هيحصل لهم ماتيوريشن. لكن مين اللي هتعمل اوفيوليشن؟ اشطرهم طبعا. مين اشطرهم؟ اللي هتكمل الفيرست مايوتيك ديفيجن. احنا كنا واقفين فين؟ كنا واقفين في البروفيز 1. فين في البروفيز 1؟ عند الديبلوتيل. اللي هتنجح ان هي تطلع من الديبلوتيل وتكمل الدايكاينيس بعد ما بروفيز تدخل في الميتافيز والانافيز، هي دي اللي هسميها الدوميننت فوليكل. هسميها ايه؟ الدوميننت فوليكل. طب الدوميننت فوليكل دي ازاي بتنجح في ان هي تبقى دوميننت فوليكل او يحصل لها اوفيوليشن؟ زي ما قلت لكم، زي ما قلت مره في احد المحاضرات، هي عامله زي طالب المدينه الجامعيه الشاطر الخبيث
يعني ايه شاطر خبيث؟ يعني يبقى شاطر ماشي على عينه وعلى راسه، لكن خبيث ينيم زمايله ويضحك عليهم، دي بقى ايه؟ دي هي دي النكته اللي بتعملها الماتيور جرافيان فوليكل اللي هي الدوميننت فوليكل. بتعمل ايه بقى الدوميننت فوليكل؟ بتخلي نفسها الاول اندبندنت على الاف اس اتش، وبعدين تلاحظ ان اخواتها كلهم اللي طالعين معاها اللي هم بقيه ال 20 كلهم ديبندنت على مين؟ على الاف اس اتش. تقوم مطلعه هرمون جديد خالص اسمه انهبين هرمون. الانهبين هرمون يطلع للانتير بتوتر ولا لو سمحتي احنا ما عدناش محتاجين الاف اس اتش بتاعي ده في حاجه. فتعمل سبريشن لمين؟ الاف اس اتش. طب والفولكلز الثانيه اللي كانت قاعده مستنيه الاف اس اتش وحاطه ايدها على خدها؟ اه في الحاله دي هيحصل لها اتريزيا، هيحصل لها اتريزيا وتتحول الى ايه؟ نخسرها؟ لا مش هنخسرها، هتتحول الى انترستيشيال سيلز بيستخدمها الاوفر في تصنيع الاستروجين، لكن مش هيحصل لها اوفوليشن. طبعا الكلام ده مكتوب هنا، ممكن نبقى نوقف الفيديو ونتفرج عليه. يبقى دي الماتيور جرافيان فوليكل. بعد دي الماتيور جرافيان فوليكل والاتريتيك فوليكل خلاص احنا متفقين. الاتريتيك فوليكل دي بتبدا من اول البريمورديال فوليكل، اول في اتريزيا بتحصل برايمري اوسايد ما لناش دعوه بيه، لكن الاتريتيك فوليكلز دي من اول البرايمري فوليكل كان عنده 400 بقى، وكان بقى كان عنده 400000 او 500000 بقوا 500 والباقي حصل لهم اتريزيا، عنده ديفلوب هيطلع منهم 400، ال 400 دول هيتحولوا الى ايه؟ الى ماتيور جرافيان فوليكل والباقي هيحصل له اتريزيا. طب كلهم هيحصل لهم اتريزيا في البرايمري او في البريمورديال فوليكل؟ لا طبعا في مراحل مختلف، في البريمورديال، في البرايمري، في السكند، لكن كله هيتحول الى فوليكلز يحصل لها كولابس وبعدين الفايبروبلاست تحولها الى فايبرس سكار. نتكلم عن الاوفيوليشن. الاوفيوليشن الحقيقه هو عمليه فيسيولوجي، طبعا ما فيش فيه هيستولوجي، لكن يعني ما فيش اكتر من ان الاووسايت اللي كملت البرايمري اووسايت اللي كملت السيل ديفيجن بتاعتها جاست بيفور اوفيوليشن هتبقى دلوقتي سكندري اووسايت. هيحصل لها ليبريشن مع مين؟ ما احنا لسه قايلين من شويه دكاتره، هيحصل لها ليبريشن مع الكورونا رادياتا اللي هي اصلها ايه؟ اصلها جرانيولوزا سيلز، لكن كل ما فيها ان هي لفت نفسها حوالين البرايمري اوسايت وسميناها احنا الاستراكشر على بعضها نسميه اوفم. يبقى اذا الماتيور جرافيان فوليكل هتروح تحت التونيك البوجينيا وتبدا تضغط، ايه اللي خلاها تضغط؟ كريزي ان سايز وكريزي تنشن في الانترم بتاعها. ليه؟ لان تحت الهرمون، يعني تحت تاثير الهرمونز بتاعت الاف اس اتش والاوتنايزنج هرمون هتبدا يحصل لها اكيوميليشن فور مور فلويدز. الحقيقه الجرانيولوز سيلز بتساعدها في الحكايه دي بان هي بتفرز سبستنسز، بتعمل بتبقى هايدرو فوبيك، يعني بتمص الميه كتير فبتزود التنشن جوه الانترم. تفضل تضغط لحد ما يحصل الاستجما اللي اقدر اشوفها باللابروسكوب، وانا بحاول اوصل لهذه الاوبم عشان استخدمها في الاي في اف. يبقى لو صار تحصل لها ريليز هتتاخد بالفيمبري بتاعت الفالوبيان تيوب، وبعدين يحصل لها فيرتلايزيشن في الفالوبيان تيوب. يبقى هذه الاوسايت اللي هي لايبريتد بتبقى لايبريتد في كل منستروال سايكل. لو ما حصلش لايبريشن يبقى ده سماها انفيولاتري سايكل، وبالتالي ما فيش منسترويشن. ليه؟ لان المفروض ان الماتيور جرافيان فوليكل بعد ما تحصل لايبريشن للاوسايت هتتحول الى كوربس لوتين. هذه الكوربس لوتين بعد هناخد زي ما هناخد بعد شويه بتفرز البروجسترون. هذا البروجسترون هو اللي بيزود السكريشن، هو اللي بيخلق السكريشن في ايه؟ في اليوترس او في الاندوميتريوم، وغياب البروجسترون هو اللي بيعمل لي منسز. فلما يكون السايكل بتاعت الانفيولاتوري يبقى ما فيش بروجسترون، ما فيش بروجسترون يبقى ما فيش انكريز في السكريشن اوف اندوميتريوم، وبالتالي ما فيش منسز. يبقى من اسباب الامينوريه هي الانفيولاتوري سايكل، ودي بتحصل احيانا فيسيولوجيك واحيانا بتبقى اسوشيتد بالسب بالانكمبريشن. دي معلومه بتقول ايه؟ معلومه بتقول بسرعه كده، اوعى تتخيل ان المساله بتاخد 14 يوم، ان التحول من البريمورديال فوليكل للجرافيان فوليكل زي ما احنا حافظين كلنا المساله بتاخد 14 يوم. ده مش حقيقي، it is not so، لكن المساله بتاخد حوالي سنة كاملة، 10 شهور علشان أحول البريمورديال فوليكل إلى
سكندري فوليكل، وشهرين عشان احول السكندري فوليكل الى جرافيان فوليكل. امال ايه حكايه ال 14 يوم اللي احنا حافظينها دي؟ ما هي دي بالظبط زي حفل التخرج. الطلبه دي تقعد تقول احنا تعبنا 7 سنين. هل هم تعبوا 7 سنين بس ولا في 14 سنه قبلها؟ لا طبعا في 14 سنه قبلها، سواء كنا في طب البورسعيد او سواء كنا في طب الزقازيق، في 14 سنه قبل ال7 سنين بتوع حفل التخرج. هي بالظبط دول عاملين زي ال 12 شهر اللي قبل ال 14 يوم بتوع الفوليكل. لو هنتكلم عن الكوربس لوتيم، فالكلام عن الكوربس لوتيم سهل. ليه؟ لان الكوربس الليوتيم دي ما بتتكونش الا بعد الاوفيوليشن. بعد الاوفيوليشن الفوليكل هتتحول، هيحصل فيها شويه بليدنج، فنسميها كوربس هيموراجيكم. عشان اخلص من البليدنج ده بتيجي الفاجوسايت تاكل الار بي سيز واللوكوسايتس اللي اتكونت، وتتحول الى مين اللي تتحول؟ الكوربس هيموراجيكم دي تتحول الى كوربس ليوتيم. وليوتيم يعني اصفر، وسر الصفران ده هو وجود الدهون او الكوليسترول، واللي خلاها مين؟ الهرمون اللي اسمه الليوتينايزنج هرمون او ال اتش ال اتش. يبقى الجرانيولوزا سيلز اللي كانت موجوده في الجرافيان فوليكل هتتحول دلوقتي الى ايه؟ الى جرانيولوزا ليوتاين سيلز. والسيكا ليوتاين سيلز اللي كانت بتفرز الاندروجين اللي يتحول الى استروجين هتتحول دلوقتي الى ايه؟ الى سيكا ليوتاين سيلز. كل ده عشان انا محتاج كمية كبيرة من البروجسترون، لكن محتاج شوية استروجين برضه. عشان محتاج شوية استروجين برضه هتفضل السيكا الجرانيولوزا ليوتاين سيلز دي بالرغم ان هي وظيفتها الرئيسية تفرز بروجسترون، لكن بتحتفظ بقدرتها على تحويل الاندروجين الى استروجين. دي الكوربس ليوتيم، وهي عبارة عن جرافيان فوليكل حصل لها ايه؟ حصل لها كولابس لما ربشرت وطلع منها الماتيور اوفر. انواع الكوربس لوتيم، في كوربس ليتوم الراجيكم لسه متكلمين عليها من شويه، دي اللي بتحصل ايرلي افتر اوفيوليشن. بعدين كوربس لوتيم اوف منستريشن، لو حصل من اوفيوليشن يبقى الكوربس لوتيم هتحافظ على الاندوميتريوم وتفضل عايشه علشان تطلع لي البروجسترون يساعد الاندوميتريا في عمليه السكريشن، فبنسميها كوربس لوتيم اوف منستريشن. واخر نوع لو حصل دي او حصل دي ديس فانكشن هتتحول الى فايبروتيك كوربس، كوربس ونسميها كوربس البيكنز. اما بقى لو حصل بريجننسي، لو حصل بريجننسي الكوربس لوتيم هتبريزست، ولما تبريزست هتطول معانا، هتقعد شهور مانسز حوالي 6 شهور. مين اللي هيحافظ على حياتها؟ الهيومن كوريونيك جونادوتروفينز اللي بيطلع من البلاسينت. يبقى البلاسينت لو اتكونت هتطلع اتش سي جي، هذا الاتش سي جي هيروح يحافظ لي على الكوربس لوتيم عشان تطلع لي بروجسترون، والبروجسترون محتاجه في عمليه التغذيه بتاع البيبي. يبقى لمده ايه؟ لمده 6 شهور، لحد ما البلاسينت نفسها تستغنى عن الحكايه دي. طب ما تيجي نلخص مع بعض الموضوع بدل اللوكلوك اللي احنا عمالين نلوكلوكه من ساعتها ده. الجيرمان الابسي مالوش لازم، بيني وبينك يا موجود فين؟ اصله ايه؟ فانكشن بتاعته ايه؟ شكله ايه؟ طيب مش مشكله. البرايمر اوسيت برضه هي كمان يعني ايه، مش مهمه هنا قوي، لكن مهمه في الاوجينيسيس. لو احنا بناخد موضوع الاوجينيسيس زي بناخده في بعض الجامعات كموضوع من مواضيع الجيناتيك، يبقى البرايمري اوسايت موجوده فين؟ الاوريجن بتاعها ايه؟ الفانكشن سهل الكلام. السكندري اوسايت الفولكولار سيل اتكلمنا عليها، مره في البريمورديال فوليكل ومره فين؟ افتكر معايا، مره في البريمورديال فوليكل ومره في اليوني لامينار برايمري فوليكل. لان في المالتي لامينار برايمري فوليكل هذه الفولكولار سيل هتتحول الى جرانيولوزا سيلز. يبقى موجوده فين؟ الاوريجن بتاعها جايه منين؟ جايه من الاوفري. الفانكشن بتاعتها ايه؟ جاست ان هي بتعمل بروتكشن ونيوتريشن لمين؟ الاوسايت. اللايت بالميكروسكوب عادي خالص، ما فيش فيها ما يميزها. لكن الجرانيولوزا سيلز دي جايه منين؟ جايه من الفولكولار سيلز. امتى؟ لما كانت في المالتي لامينر برايمري فوليكل. مظبوط، يبقى ده الاوريجن بتاعها. الفانكشن بتاعتها بتعمل طبعا زي ما قلنا، ممكن تعمل نيوتريشن، ممكن تعمل بروتكشن، وكمان بتعمل سكريشن، بس مش سكريشن للليكوار فوليكولاي،
مش للفلويد، لكن بتحط في الفلويد ده سكريشن. ده غير الاسترومال سيلز. الاسترومال سيلز دي عباره عن سيلز موجوده في البرولاست اصلا، موجوده في الكورتكس بتاعت، يبقى السايت بتاعها موجود فين؟ في الكورتكس بتاعت الاوفري. الاوريجين بتاعها ده عباره عن فايبروبلاست. الفانكشن بتاعتها بتستجيب للهرمونز وبتعمل سكريش، تتحول الى سيكا انترنا وتبدا تعمل سكريشن للاندروجين. الكاميرا سوفرس الكورونا رادياتا، طبعا ده كلام سهل جدا. السيكا اكسترن زيهم كلام سهل جدا، لكن السيكا انترنا كلام يستحق الاهتمام والاعتبار. ليه؟ لان الفانكشن بتاعتها ان هي بتفرز البريكورسر بتاع الاستروجين، وبعدين كمان ايه، هتتحول الى سيكا ليوتاين سيلز. طيب الانترستيشال سيلز، والله احنا عارفينها وفاكرينها، فاكرين السيلز اللي هي، فاكرين الفوليكلز اللي ما كملتش معانا وتحولت الى انترستيشال سيلز ولا نسيتوها؟ لا طبعا ما نسيناهاش. الجرانيولوزا ليوتاين سيلز اصلها مين؟ اصلها الجرانيولوزا سيلز، لكن حصلت امتى؟ اتكونت امتى؟ بعد الرابشر. يبقى ده السايت وده الاوريجين وده الفانكشن، كلام سهل. السيكا ليوتاين سيل اللي سالناها من شويه، اخر حاجه الهيلر سيل، ودي موجوده في المظله، والفانكشن بتاعتها بتفرز ايه؟ برضه هي كمان بتفرز اندروجين. لما تيجي بقى ايه، نحاول نلخص القصه بالكامل. عندنا بريمورديال فوليكل وبرايمري فوليكل وسكندري فوليكل وماتيور جرافيان فوليكل واتريتيك فوليكل. ايه اللي بيميز البريمورديال فوليكل؟ ان البرايمري اوسايت صغيره 25 مايكرومتر، وايه كمان؟ سنجل لير من السيل، وايه كمان؟ اسكويمس سيل بس. اليوني لامنا بتتميز بايه؟ ان الاوسايت بتاعتي كبرت شويه، بقت 50 كمان، قدرت تكون الزونه بيوس ده، والسيلز بتاعتي بقت كوبويدال. لكن المالتي لامينار، يبقى حاجتين اهم، المالتي لامينار هتتميز بايه؟ بسيفرال لاير من الجرانيولوزا سيلز، بتتميز بالمايكرو فيلاي والسيل بروسيس اللي كنا حددتهم من شويه، وبتتميز بوجود لير جديده اسمها السيكا فلوكيولاي. يبقى ما يميز السكندري فوليكل؟ ثلاث حاجات. رقم واحد الليكور فلوكيولاي. رقم اثنين، بنتكلم على السكندري فوليكل، رقم اثنين وجود الانترام. رقم ثلاثه ان السيكا فلوكيولاي بقت ايه، سيكا اكسترنا وسيكا انترنا. الماتيور جرافيان فوليكل طبعا هي زيها بالظبط زي السكندري فوليكل، لكن بتتميز بوجود ان الاوسايتس، ان الاوفم بقت كامله، بقت اوسايتس برايمري او سكندري اوسايت وحواليها الكورونا رادياتا، ووجود الكاملس او اوفرس. ده الماتيور جرافيان فوليكل. الجدول ده ظريف جدا ومهم جدا، هنبص عليه كده بسرعه. انا عندي بريمورديا فوليكل، يوني لامينار برايمري فوليكل، مالتي لامينار برايمري فوليكل، سكندري فوليكل، وجرافيان فوليكل. عايزين نشوف تاثير الاف اس اتش عليهم. هل بيأثر عليهم كلهم؟ لا طبعا، ملوش اي علاقه لا بالبريمورديال ولا باليوني لامينر ولا بالمالتي لامينر، لكن الاف اس اتش يأثر على مين؟ على السكندري والجرافيان فوليكل. الاوسايت فيهم كلهم برايمري ما عدا ممكن تبقى هنا سكندري وحواليها الكورونا رادياتا. رقم اثنين الزونا بليوسيدا ما هيش موجوده في البريمورديال فوليكل. ليه؟ لان مفيش جرانيولوزا سيلز من اول ما اول طب ما هي دي برضه مفيش هنا جرانيولوزا سيلز لكن موجود الكوبويدال سيلز في الغالب مع الاوسايت، بيقدروا يكونوا لي في اليوني اللي من البرايمري فوليكل ما يسمى بالزونا بليوسيدا اللي بتستمر معايا لحد الاخر. لكن هنا مع المالتي لامنر بيبدا يتكون مايكروفيلاي، ويتكون معاها كمان ايه، السودوبوديا او سميناها السيل بروسيسز اللي طالعه من الجرانيولوزا سيلز. الفولوكولار سيلز فيهم كلهم طبعا، في البريمورديال فوليكل كانت السيلز بتاعتي لير واحده وسكويمس، في اليوني لامينر كانت لير واحده وكوبويدال، في المالتي لامينر كانت اكتر من لير وما بعدتش فولوكولار، بقت ايه، جرانيولوزا. وهنا نفس الكلام وهنا نفس الكلام. الفلويد او الليكور فليكيولاي ما فيش موجود لا في البريمورديال ولا في البرايمري، سواء كانت يوني لامينر او مالتي لامينر، لكن بيبدا يتكون من اول السكندري. السيكا انترنا طبعا، السيكا انترنا ما هيش موجوده هنا خالص، من اول المالتي لامينر بتبدا تتكون،
لكن بتبقى برومننت فين؟ في السكندري والجرافيان. الاكسترنا نفس الكلام، اللي هما الاثنين على بعض بسميهم السيكا فيلوكيولاي. طبعا دي الاوفريان سايكل اللي هناخدها بالتفصيل مع اليوتيراين سايكل في محاضرة اليوترس اند فالوبيان تيوب. لحد هنا انا بشكركم وبقول لكم ان شاء الله نتقابل في محاضرة تانية، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.